موقع حصين آخر يغادره الإنقلابيون مدحورين في الجوف. لا شيء يوقف الجيش والمقاومة عن التقدم وطرد قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي من هذه المحافظة العتيدة. على ذر هذه التباب في منطقة حام، نفذ الجيش والمقاومة هجوماً مباغتاً على معسكر يوصف بأنه معقل رئيسي للميليشيا في مديرية المتون. إصرار على النصر يدفع هؤلاء المقاتلين إلى خوض المعارك مع عدو يتشبث بكل الفرص المتاحة للبقاء، لكنه هذه المرة وجد الأمر مختلفاً، فمقاتلو المقاومة والجيش يلاحقونه في كل المخابئ التي يمكن أن يفر إليها بحثاً عن فرصة جديدة. هذه عينة من الأسلحة التي وقعت في أيدي الجيش والمقاومة، وهذا طقم عسكري خلفته الميليشيا ساعة غادرت هذه المواقع في حام الأسفل لا تلوي على شيء. مشاعر البهجة والسرور تملأ صدور هؤلاء المقاتلين بإنجاز يشكل بالنسبة لعدوهم ضربة قاسمة، ويصنع فارقا مهما في المعركة التي لم تتوقف أبدا في هذه المحافظة منذ ما قبل الانقلاب وحتى اليوم. في الجوف المعركة تمضي إلى غاياتها، ورجال المقاومة والجيش عازمون على بلوغ أهدافهم، ومحافظة صعدة على رأس هذه الأهداف.